Oh.
في غمرتي احتفالاتي مدينة وزان بعيد المولد النبوي الشريف أبت مجموعة من محبي هذه المدينة والغيرين عليها إلا أن تنظم هذه السهرة الموسيقية الأندلسية الرائعة والتي تدخل في إطار احتفالات هذه المدينة سنويا بهذه الذكرى المجيدة. وقد دئبنا على تنظيم هذه السهرة كل عام لإحياء تراث هذه المدينة المعروفة بالموسيقى الأندلسية منذ مئات السنين، ونطلب من الله أن نبعث من جديد تراث هذه المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله. حقيقة عشنا ليلة مهيجة لمواجيد الأشواق و أدواق للشرفاء الوزانيين ولهذه المدينة بأجمعها. ذلك أن هذه المدينة هويتها الأساس هي تكمن في مثل هذه الفنون، إما كما قال أخونا السيد فؤاد الطيبي، هذه المدينة مدينة السماع، مدينة الآلة، هذا الفنان متوازيان بهذه المدينة، وهذا هو التاريخ الحقيقي للمدينة، وهذا هو الرأس المال الرمزي للمدينة. لا يمكن أن تنهض هذه المدينة بدون اعتناء بتراثها، ومن بين مظاهر هذا التراث تراث الموسيقي الفني السماعي المديحي. مدينة وزان يجب أن تتضافر الجهود، جهود المجتمع المدني، جهود السلطة المحلية، السلطة الإقليمية، سكان مدينة وزان، جميع الفعاليات يجب أن يحافظوا على هذا التراث العلمي والفني في آن واحد. وشكرا. هذه الليلة تعتبر ليلة استثنائية بامتياز، استثنائية لاعتبارات عدة. أولا لأنها تعقد في إطار أنشطة أهل وزان باحتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمولد الكريم. ثانيا تعتبر مظهر من مظاهر إحياء الثقافة الإسلامية المغربية الأصيلة بمظاهر ذات ملامح خصوصية في دار الضمانة. دار الضمانة منذ أن كانت في عبر تاريخها كان أهلها يحفظون الآلة ويبدعون فيها ويعملون على نشرها ويتعلمها الأطفال والنساء ويغنونها ذكران وإناثها. إذن هذا الملمح هو إحياء لهذه الروح الحضارية والثقافية التي هي كامنة في نفوس أهل وزان، كمون النار في الحجر سكيش عليها. إذن هذا أمر ثاني. أمر ثالث وهو أن مثل هذه اللقاءات هي التي من شأنها أن تبدر تلك البذرة الإبداعية في أهل وزان وأن تنقل هذه البذرة من جيل إلى جيل. ما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات لأن فيها راحة الروح، فيها متعة للجسد، فيها أيضا انفتاق للمعنى، المعنى الإنساني من خلال الأشعار الرفيعة اللي استمعنا عليها، خلال الطبوع الراقية، وأيضا فيها إشعاع للمدينة في الآفاق. فجاء الناس من مختلف المدن الذين يعرفون تاريخ هذه المدينة وذاكرة هذه الزاوية، هذه الجدران التي تقطر بالنغم والتي تفيض بالألحان والأداء. عشنا اليوم لحظة استثنائية بالمعنى الروحاني وأيضا بالمعنى الحضاري. نتمنى أن تدوم هذه اللحظات حتى تؤدي وظائفها التربوية والحضارية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد كنقدم التشكرات ديالي لهذه اللجنة المنظمة ديال هذا الحفل، وحفل مبارك كان، وكنشكرهم عليه. وهذا الحفل هذا كيشجع الموسيقيين باش يزيدوا في الحفاظة ديال هذا التراث اللي خلاو لنا الأجداد. وكنطلب أنا عاوتاني منهم باش يتهلاو في الشباب اللي طالع حتى هما يعلموهم ويوقفوا معاهم باش هذا التراث يبقى في يد آمنة ويحافظوا عليه ويكونوا من الناس اللي محافظين على هذا التراث. نحن جد فخورين وجد مسرورين بإقامة هذا الحفل الذي اعتادت مدينة وزان العريقة إقامته كل سنة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. وهذه الوجه النيلة من الموسيقيين ومن المدعوين الذين شرفوا هذا الحفل، هذا يدل على حبهم العظيم لمدينة وزان وللآلة الأندلسية، وكذلك حفاظهم على التراث المغربي الأصيل وهذه البراعم الصغيرة. أنا سررت جدا
وهذه الميازين قاصحة هذه اللي تعملت اليوم، ودراري صغار وشبان وصبرك الله أدوها بمرونة وبتناسق، والآن الأندلسية إن شاء الله بخير، وشكرا لمدينة وزان وسكانها وإلى الملتقى إن شاء الله.